هاي بنات، شو الأخبار؟ فيديو اليوم عين صبغ الخصة الأمامية باللون الأخضر. صار الوقت لنبدأ الفيديو، بس بعد الانترو. بنات، رح نشوف بهذا الفيديو طريقة صبغ الخصل الأمامية باللون الأخضر خطوة بخطوة. أولاً رح نسحب لون الشعر بدءاً من الجذور لأنها داكنة، وبعدين رح نسحب لون كافة الشعر. بعد ما نغسل الشعر نخلط الصبغة ونقسم الشعر بحيث إن نحدد الخصل الأمامية يلي حابين نصبغ. نطبق الصبغة على هاي الخصل وبعد ما نتركها للمدة المطلوبة نقوم بغسل الشعر جيدا، وهيك بتكون النتيجة النهائية. أشوفكم بالفيديو الجاي، كتير بحبكم.